السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. وانتم تشوفوا معايا فيديو اليوم اللي غادي نشارك معكم فيه الخبز ديال الطاكوس معمر بهذه الطريقه. اولا تودوس يا تودوس اسبيرو كي ستيس بيان كون اون بوين انيمو بارا بير لا ريسيتا دي هوي كي سون تورتياس بارا سير تاكوس بيرو ريينوس ايستا مانيرا كون اون ريينو ديليسيوسو. والعناصر اللي غادي نحتاجها في وصفه اليوم لوس انغريدينتس كي بويا نيسيسيتار تينغو كي بيمينتو بيردي اي سيبويا. هنا عندي الفلفل الخضر والبصله، هنا عندي الخبز ديال التاكوس كي تينغو بان دي تاكوس، اتون الطون بيضه وهذا أرينا كوناغوا الفارينة معلمة و طوماتي غراندي مطيشة كبيرة بان راياو شابلوغ. والعطرية اللي غادي نستعملها أنا تقدروا تستعملوا العطرية على حسب الذوق ديالكم، لاسي سبيسياس كيبويا و ساريو سونيستاس و سوتراس بوديس و سار لاسي سبيسياس كوس غوستي. كركمة الخرقوم بيمنتون تحميره ورقة سيدنا موسى مطحونة لوريل سكينجبير خنخيبري بيمينتا نيغرا فلفلة كحلة زرعة القصبر سيمياس دي سيلانترو موليداس كومينو الكمون التوم مطحون اخوس موليدوس سيكو اخو سيكو. غنبداو بالبصلة نديرو هاد التقلة بعد ما سخنت عندنا الزيت بويا امبيسار كون لا سيبويا يا تينغو لا سيتي كالينتي الوغويا بونغو البيمينتو. ومن بعد غادي نضيف الفلفل يعني خطوة بخطوة. من بعد ما تشحرت عندنا البصلة غادي نضيف لها الفلفل الخضر او رياك لا سيبويا استا موي بيان كوتشادا بويا نيادير البيمينتو بيردي. من بعد ما تقلى عندنا الفلفل ديسبوس كي ياكلو مستميان لو بيمينتو سبوتشادوس باموس ان يادير لاسي سبيسياس. غادي نضيف العطرية العطريه من قليها هكا شويه تعطي واحد الريحه قاطعه زوينه. كونتو بونيموس لا سي سبيسياس اسي لو باساموس اون بوكتينين اسيتي دخل صابور ماس تنسو كي كونتو لو ميسكلاموس ديريكتامنتي اي لولور يا استا سوبيندو اي ويلي موي ريكو لا فيردا كي ويلي موي ريكو. الطوماتي مطيشه ora come ho già aggiunto il tomate voy a tappar dopo che mi sono fatta ragazzi mi appelli sapete dopo che ho messo il ton e ora voy a aggiungere il atun simile. بغي باغاري الفويغو غنطفي عليه ونخليه غير هنا في المقلة باش يتخلط مع العناصر الأخرى. صافي غادي نديرو دوك في هاد الصحن باش تبرد لنا الحشوة. Ya lo voy a poner en ese plato para que se enfríe. Y
هنايا غادي نمروا لمرحله التعمار ديال خبز الطاكوس بالطريقه اللي غادي نوريها لكم. يا ربا مصري نار نوستراس تورتياس اون مانيرا موي فاسيل موي بونيتا اي ديليسيوسا. Cortamos a la mitad y vamos doblando. هنا غندير فرينة مع الماء اللي كنت وجدتهم. Aquí voy a poner la harina con el agua. Y rellenamos. على الجناب غادي ندير فرينة مع الماء. كملنا تعمار الحشوه بوز ديتيرمينار دي ريينار نوستراس تورتياس اكتينغو بريباراو الويبو اي البان رياو. هنا عندي موجده البيضة اللي كنت وريتها لكم من قبل ولا شابليوغ. الزيت راني دايرتها تسخن، من تسخن عندنا الزيت نبداو في مرحله القلي. كونتو يعطيني موسلاسيتي كالينتي بوم سانفيسار افريير. بسم الله. هنا غادي ندير البيض ويبوس بان ريال لا شابليوغ والزيت اي نيلا سايتي. Que tengo preparado un plato con papel para que absorba el aceite. هنا عندي هاد الطبق اللي وجدتو بالبابيل تاع الكوزينة باش يشرب الزيت اللي زايدة. نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم وصفة اليوم. خليتكم في أمان الله وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. مع السلامة. espero que os haya gustado la receta de hoy. adiós y hasta la próxima.